بكم مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بعد الأموال نمر إلى المنهجية. طبعا درس الأموال أخذ منا وقتا سنقتطعه على حساب درس المنهجية للأسف. ماذا رأينا إلى حد الآن في إطار المطلق؟ رأينا أقسام المطلق، هنالك مطلق بدلي وهنالك مطلق شمولي، هنالك مطلق عمومه بدلي ومطلق عمومه شمولي، ثم تقسيم آخر للمطلق رأيناه، المطلق الأفرادي والمطلق الأحوالي، هذا تقسيم ثان للمطلق. رأينا تقسيما ثالثا للمطلق، هو ذاك الذي يرجعه إلى مطلق لفظي ومطلق مقامي. إذن تعرضنا إلى أقسام المطلق. إذن لدينا شيء اسمه المطلق، هذا الشيء حين ندخل إليه من جهة معينة نرده إلى بدلي وشمولي، حين ندخل إليه من جهة ثانية هذه الجهة الثانية تجعلنا نقسمه إلى أفرادي وأحوالي، وحين ننظر إليه من زاوية ثالثة هذه الزاوية الثالثة تجعلنا نقسمه إلى مطلق لفظي ومطلق مقامي. بالنسبة إلى المطلق الشمولي، رأينا أنه يستوعب جميع أفراد الطبيعة على وجه الشمول، يستوعب جميع الأفراد المكونة لللفظ المطلق ويستوعبها على سبيل على وجه الشمول. بالنسبة للبدلي هو أيضا مطلق، أي يستوعب جميع أفراد الطبيعة لكنه يستوعبها على وجه البدلي، يستغرقها على وجه البدلي. في التقسيم الثاني إذن مطلق أفرادي ومطلق أحوالي. الأفرادي يستغرق جميع أفراد الطبيعة على وجه الشمول، أما الأحوالي فيستوعب جميع أحوال المعنى على وجه الشمول، جميع الأفراد على وجه الشمول، أي على وجه يشمل كل أحوال الأفراد، وإن كنا أمام فرد كل أحوال ذلك الفرد. التقسيم الثالث مطلق لفظي، أي ما بين فيه المتكلم كما رأينا صورة ذهنية واحدة، ومطلق مقامي ما بين فيه المتكلم أكثر من صورة ذهنية، أكثر من صورة ذهنية، عدة صور ذهنية. كل هذا رأيناه. هنالك أمر آخر رأيناه اسم الجنس. رأينا في إطار اسم الجنس، إن كنا أمام ما هو معرف باللام غير العهدية فإطلاق اسم الجنس هنا إطلاق شمولي، بالنسبة إلى المنكر إطلاقه بدلي، ثم المعرف بالإضافة إطلاقه شمولي. إذن المعرف باللام غير العهدية إطلاقه شمولي، اسم الجنس المنكر اسم الجنس المعرف باللام غير العهدية إطلاقه شمولي، اسم الجنس المنكر إطلاقه بدلي، اسم الجنس المعرف بالإضافة
رأينا أن إطلاقه شمولي. نقطة أخرى رأيناها وختمنا بها المحاضرة السابقة، الإطلاق يكون في المعاني الاسمية والإطلاق يكون أيضا في المعاني الحرفية. أمر الآن إلى نقطة أخرى داخل مبحث المطلق، وهذه النقطة تعرفونها هي المتعلقة بالقرائن، المتعلقة بالقرائن. إذا اهتممنا الآن بصورة المطلق الذي جاءت قرينة لتقييده، قلنا، وهذا هو إعادة لأمر سابق، قلنا إن ما تم تقييده يسمى، ما هو اسمه؟ ما تم تقييده المطلق الذي نقيده يسمى ذو القرينة. إذن ما يتم تقييده يسمى ذو القرينة، والمقيد هو القرينة. إذن لدينا ذو القرينة، القيد هو القرينة، والقرينة تنقسم إلى متصلة ومنفصلة، أي متصلة بذي القرينة أو منفصلة عن ذي القرينة. هنالك قرائن تكون متصلة بذي القرينة ملتصقة به، وهنالك قرائن تكون مستقلة عنه منفصلة عنه. إذن ماذا لدينا؟ لدينا ذو القرينة، وذو القرينة تقيده القرينة، والقرينة قد تكون متصلة وقد تكون منفصلة. نبدأ بالقرينة المتصلة. القرينة المتصلة هي التي تكون كما ينبئ بذلك اسمها، المتصلة هي التي تكون جزءا من النص. القرينة المتصلة هي التي تكون جزءا من النص. القرينة التي هي جزء من النص والتي هي متصلة بذي القرينة تتمثل في عدة صور، أهمها الشرط. الشرط قرينة متصلة. الوصف صورة أخرى. إذن الشرط، الوصف، الغاية، والاستثناء، هذه هي أهم صور القرينة التي تقيد مطلقا وتكون جزءا من النص الذي جاء فيه المطلق، تكون متصلة بالمطلق. أبدأ بالشرط. مثال الشرط يمكن أن نجيء به من الفصل 56 من مجلة الالتزامات والعقود. الفصل 56 من مجلة الالتزامات والعقود ستدرسونه إن شاء الله في السنة القادمة في النظرية العامة للعقد. يقول ما يلي، 56 آخر 56: وكذلك حكم التغرير الواقع من غير المتعاقدين. لأن النص يبدأ يقول التغرير يوجب الفسخ، إذا وقع تغرير في العقد فإن هذا التغرير يؤدي إلى البطلان النسبي للعقد، تحديدا إلى البطلان النسبي إذا وقع من أحد الطرفين. إذن ينبغي أن يكون آتي فعل التغرير أحد أطراف العقد أو من نائبه، نائب أحد أطراف العقد، وكيل لأحد أطراف العقد مثلا، لأن النيابة قد تكون قانونية وقد تكون اتفاقية، أو من نائبه أو ممن كان متواطئا معه. إذن هنالك اتفاق مسبق بين المتعاقد والغير،
إذن هذا الغير أتى بتغرير أثر على رضا المتعاقد باتفاق مسبق مع المتعاقد الآخر. إذن الفصل 56، التغرير يوجب الفسخ إذا وقع من أحد الطرفين أو من نائبه أو من كان متواطئا معه مخاتلات أو كناية، والمقصود بالمخاتلات أفعال أو أقوال كاذبة. أفعال مثلا شخص يغير العداد الكيلومتري لتظهر السيارة غير مستعملة استعمالا كبيرا، مثلا السيارة عدادها الكيلومتري يفيد بأنها قد تنقلت مثلا نقول 500,000 كيلومتر ينقص منها، أو 1000 كيلومتر ينقص منها. المهم التغرير يوجب الفسخ إذن لنفرض عقدا بين آ وباء، باء طرف العقد وآ طرف العقد، باء غرر بآ أنقص في العداد الكيلومتري. إذن هنا نحن أمام تغرير وقع ممن؟ من أحد الطرفين. يضيف النص أو من نائبه أو من نائبه. لنفرض أن باء أعطى وكالة لجيم ليبرم العقد مع آ. هنا من هم أطراف العقد؟ آ وباء. لا، أطراف العقد آ وباء. جيم ليس طرفا في العقد، جيم وكيل لباء، ليس طرفا في العقد، لا يسمى متعاقد، هو نائب للمتعاقد. إذن آ، إذن لنفرض لدينا شخص اسمه باء جاءك وقال لك أعطيك وكالة لتشتري لي سيارة، فذهبت إلى السوق واشتريت له سيارة. إذن من هم أطراف العقد؟ من المشتري هنا؟ ليس جيم، المشتري هو الذي أعطى الوكالة لجيم، وهو في مثالنا باء، وجيم أبرم العقد مع آ. إذن آ متعاقد هو البائع، وباء متعاقد هو المشتري، وجيم ناب باء في العقد، هو نائبه. لو أن هذا النائب هو الذي أتى بفعل التغرير فالعقد يكون باطل. هل الأمر واضح؟ إذن التغرير يقع من المتعاقد أو يقع من النائب. ثم يضيف يمكن للتغرير أن يؤدي إلى بطلان العقد بالرغم من أنه لم يصدر لا من المتعاقد ولا من النائب، من شخص ليس المتعاقد ولا النائب. هذا الشخص اتفق مسبقا مع المتعاقد، تواطأ معه عندها بالرغم من أن التغرير أتى به من ليس بمتعاقد ولا نائب لمتعاقد، فهذا التغرير يوجب الفسخ. هل الأمر واضح؟ يوجب البطلان. يضيف النص وهذا هو الذي يهمني هنا، وكذلك حكم التغرير الواقع من غير المتعاقدين إذا علمه من انتفع به، إذا علمه من انتفع به. إذن تغرير الغير لكي يؤدي إلى بطلان العقد لابد من أن يعلم به المتعاقد الذي انتفع بهذا التغرير. إذن ليس كل تغرير أتاه الغير يبطل العقد، هنا المطلق تم تقييده بماذا؟ بشرط إذا علمه من انتفع به. إذن لم يبقى الكلام وكذلك حكم التغرير الواقع من غير المتعاقدين، لم تبقى عبارة غير المتعاقدين مطلقة، قيدت بماذا؟ قيدت بشرط إذا علمه، إذا التغرير، إذا كان التغرير قد علمه من انتفع به. لست أدري إذا تغرير الغير مطلق، لكن المقصود هنا باعتبار وجود هذه القرينة المتصلة، المقصود هو التغرير الواقع من الغير والذي علمه المتعاقد المنتفع بذلك التغرير. هل الأمر واضح؟ هل الأمر واضح؟ طبعا هنا هنالك علم ولكن ليس ثم تواطؤ، ليس ثم اتفاق مسبق، فقد استفاد من تغرير الغير،
المتعاقد استفاد من تغرير الغير، علم بتغرير الغير واستفاد منه، لكن ليس نائبا له، ولم يتفقوا على أن يأتي هذا الغير بأفعال تمثل تغرير. الغير أتى بهذه الأفعال وعلمها المتعاقد، عندها التغرير يؤدي إلى البطلان أيضا. هل الأمر واضح؟ إذن هنا تم حصل تقييد، وهذا التقييد بواسطة الشرط. هل الأمر واضح؟ أمر الآن إلى الوصف. تقييد بالوصف، وآخذ المثال من مجلة الأحوال الشخصية، ولعلكم تدرسون هذا المثال في السنة القادمة. طبعا إن شاء الله أنتم ستدرسون الأحوال الشخصية، ولكن لا أعرف إن كنتم ستصلون إلى هذه المسائل فقط. إن شاء الله تكونون جميعا في السنة الثانية، ولكن هذه المسألة ربما تدرسونها وربما لا تدرسونها. أخذ تحديدا الفقرة الثانية من الفصل 46، الفقرة الثانية من الفصل 46 من مجلة الأحوال الشخصية، الفقرة الثانية تقول ما يلي. إذن الفصل 46 نأخذه في هذا الجزء. كما يستمر الإنفاق على الأبناء المعوقين العاجزين عن الكسب بقطع النظر عن سنهم. إن شئتم بداية النص، يستمر الإنفاق على الأبناء حتى بلوغ سن الرشد. يستمر الإنفاق على الأبناء حتى بلوغ سن الرشد أو بعده إلى نهاية مراحل تعلمهم. إذن لو كنا أمام أبناء بصدد التعلم، ما زالوا بصدد التعلم، لم ينقطعوا على التعلم، فيستمر واجب الإنفاق عليهم. الذين انقطعوا واجب الإنفاق يقف عند سن الرشد، على أن لا يتجاوزوا 25 من عمرهم، أي الذين يدرسون، على أن لا يتجاوزوا 25 من عمرهم. وتبقى البنت، إذن هذا استثناء لا يهم الذكور، وتبقى البنت مستحقة للنفقة، أي تجب نفقتها على وليها إذا لم يتوفر لها الكسب أو لم تجب نفقتها على زوجها. إذن حتى إذا واصلت التعليم تجاوزت 25 سنة، يظل والدها ملزما بالإنفاق عليها إذا لم يكن لها دخل. إذا لم يكن لها دخل، لا تشتغل مثلا، أو لم يكن، أو تزوجت، عندها سينتقل واجب الإنفاق من والدها إلى زوجها. أنا لا يهمني هذا الجزء من الفصل 46، الذي يهمني الجزء الذي يليه. يستمر الإنفاق على الأبناء المعوقين العاجزين عن الكسب بقطع النظر عن سنهم. ماذا لدينا؟ لدينا عبارة الأبناء، هل بقيت مطلقة؟ حصرها بالمعوقين. ثم عبارة الأبناء المعوقين، هل بقيت مطلقة؟ قيدها بعبارة العاجزين عن الكسب. إذن لاحظوا هنا أننا أمام وصف وهو الأبناء، أمام وصف هو الأبناء، حين تزيد لدينا موصوف هو الأبناء، تضيف وصف، ما الذي يحصل؟ ربما لو أننا في درس المنهجية بدأنا بمنهجية التفكير التي تهم جميع الاختصاصات، لكنا قد درسنا ما يسمى بالمفهوم والمصداق، المفهوم هو المعنى، والمصداق هم الأفراد في الخارج الذين ينطبق عليهم المعنى. إذن المفهوم، إذن لنقل اللفظة الأبناء لها معنى، لفظة الأبناء لها معنى، هذا المعنى هو مفهومها. ثم مصداق الأبناء
فلان وفلان وفلان. إذن هنالك المفهوم وهنالك الما صدق أو المصداق، يقولون الما صدق أو المصداق. لاحظوا معي عبارة الأبناء، عبارة الأبناء حين نضيف إليها المعوقين، هل أضفنا معنى؟ نعم أضفنا معنى، أضفنا معنى. وحين إذا وسعنا في المعنى، وحين نوسع في المعنى، هل نوسع في المصداق أم نضيق منه؟ نضيق في المصداق. إذن كلما زدنا في المعنى كلما ضيقنا في المصداق. إذن أبناء تضيف إناث، زدت في المعنى لكن أنقصت في المصداق. أبناء إناث قلت معوقين، زدت في المعنى وأنقصت في المصداق. أبناء إناث معوقين عاجزين عن الكسب، زدت في المعنى وأنقصت في المصداق. كلما زدنا، كلما زدنا في المعنى أنقصنا في المصداق، أي المصداق هو ما يصدق عليه المعنى في الخارج، ما يصدق عليه المعنى في الخارج. لا، إذن الأبناء هنالك أبناء معوقين وغير معوقين، ثم المعوقين هنالك من يستطيعون أن يكسبوا قوت يومهم، وهنالك من ليسوا بقادرين على أن يكسبوا. إذن ليس كل معوق عاجز عن كسب قوت يومه. إذن بحسب ما أمامك يستمر الإنفاق على الأبناء، ليس كل الأبناء المعوقين، ليس كل المعوقين العاجزين عن الكسب. حسب النص، هنا نحن أمام فراغ، إذن سكت النص عمن لا يتوفر في هذا الوصف، ومن ثم ينبغي أن نتعامل مع الصورة التي كنت بصددها بالطرق التي سنتعلمها طرق التعامل مع الفراغات التشريعية. طبعا نحن شرعنا في هذا في إطار درس الأموال، لست أدري إن كنت واضحة. النص سكت عن الابن المعوق القادر على الكسب، ومن ثم نحن أمام سكوت، نحن أمام فراغ. وفي إطار مادة الأموال رأينا أمثلة لفراغ وكيفية التعامل معه، ولكن سنعود إلى هذا بالتفصيل في درس المنهجية. هل الأمر واضح؟ هل أن الأمر واضح؟ نمر الآن إلى الغاية، نمر الآن إلى الغاية. لنأخذ الفصل 46 نفسه، إذن مثال الغاية من الفصل 46 نفسه. يستمر الإنفاق على الأبناء حتى إذن الغاية حتى بلوغ سن الرشد أو إلى بقية النص. إذن هنا حصر الإنفاق في الأبناء الذين لم يبلغوا سن الرشد، والذين لم ينهوا تعلمهم، والذين لم ينهوا تعلمهم. إذن لم تبقى لفظة الأبناء مطلقة، جاءت قرينة متصلة بها وتتمثل في الغاية، وحصرت الإنفاق في الأبناء إلى حين الغاية هي بلوغ سن الرشد، إلى حين بلوغ سن الرشد. مثال لتقييد بالاستثناء أخذه من هذا النص دائما في مجلة الأحوال الشخصية، الفصل 179، لا وصية لوارث ولا فيما زاد على الثلث، لا وصية لوارث ولا فيما زاد على الثلث. لا يمكن للمرء
أن يوصي لواحد من ورثته، ولا يمكن للمرء أن يوصي لغير وارث، لغير وارث بما يزيد، بما يزيد على ثلث تركته، على ثلث تركته. لكن النص يضيف ويقول إلا بإجازة الورثة بعد وفاة، بعد وفاة الموصي. أي لنفرض مثلا لدينا أب وهذا الابن، وهذا الأب له ابن أول وابن ثاني، أوصى لابنه، لا وصية لوارث لواحد، لا وصية لوارث، إذن هذه الوصية لا تمضي، لا وصية لوارث إلا إذا أجاز الوارث الآخر. إذن بعد أن يتوفى الموصي يمكن الوارث الآخر أن يقبل بهذه الوصية، إن لم يقبل عندها تبطل الوصية. هل الأمر واضح؟ أو يأتي شخص له ورثة ويوصي إلى الغير بنصف ثروته، لا وصية فيما تجاوز الثلث إلا بإجازة الورثة بعد وفاة الموصي. هل الأمر واضح؟ المهم بالنسبة إلينا ليس المثال في حد ذاته، بل المهم أنه مصداق، مصداق لمطلق قيد باستثناء مطلق. إذن الوصية للوارث، الوصية للوارث أو فيما زاد على الثلث لغير الوارث، الوصية للوارث، والوصية فيما زاد على الثلث لغير الوارث مطلقة، مطلقة، لكنها قيدت باستثناء، قيدت باستثناء هو الوصية للوارث التي يجيزها بقية الورث، والوصية لغير الوارث فيما يزيد عن الثلث التي هنا القيد، التي يجيزها الورثة. وطبعا الإجازة بعد وفاة، بعد وفاة الموصي كما يقول الفصل 179. واضح ولا مش واضح؟ الآن الأمر واضح. مثلا أنا أبو عندي زوز بنات هذوم، عندي زوز بنات هذوم، نجي نورث نورمال مونكي باش نتوفى، هذه باش تاخذ نصف وهذه باش تاخذ نصف. تصوروا زوجتي متوفيه باش هما ياخذوا النصف هكايا، دونك هذه باش تاخذ النصف، هذه تاخذ النصف. انا في قائمه حياتي نوصي للي على اليمين، نوصي لها بالثلث بالربع اللي هو واضح. هالوصيه هذه ما تمشي كان كنموت انا وهي والاخرى توافق، اذا ما توافقش تبطل الوصيه، كل واحده تاخذ الميراث نتاعها. واضح؟ به انا هذوما زوج بناتي في قائمه حياتي، جيت قولوا عندي خمسه ديار، جيت ثلاثه ديار منهم وعطيتهم، وصيت بهم لزميلكم، قلت كنموت ثلاثه ديار هذوما نتاعي يا اخوهم فلان. يجي النص يقول لا وصية فيما زاد على الثلث، دونك نخزر الركل لفوت الثلث إلا بإجازة الورثة. معناها وقت اللي نموت يزم هما يقبلوا بالوصية هذه، ما قبلوش تطيح تحت الثلث، تطيح للثلث، فما تطيح للثلث، يعني أنا عندي الحق باش نوصي إلى حد، إلى حد الثلث. هل الأمر واضح؟ دونك يطيحوها للثلث. المهم بالنسبة لنا مش الحكم في عد ذاته، لأن ما نقرأه في المواريث في الوصية، هذا تقرأه العام الجاي إن شاء الله. المهم بالنسبة لنا احنا كونه فما مطلق، وهذا المطلق قيد، وهذا القيد متصل بالمطلق، والقيد يتمثل في استثناء، يتمثل في استثناء. واضح؟ في كل هذه النصوص، في كل هذه النصوص نحن أمام مطلق، والمعنى الوضعي للمطلق هو هو الإطلاق. هذا في موقف عاد، ولنعرف لفما كم من موقف، فما زوسني الموقف الأخر. أحسنتم.
المطلق معناه الوضعي الإطلاق وعدم الإطلاق، هكا ولا معناه الوضعي الإطلاق وعدم الإطلاق معا. لكن شرينا للجمعة اللي فاتت نعود نذكركم به، فما قرينة عامة كون المتكلم في مقام بيان تمام مراده، واللي يبدأ في هالمقام هذايا ما لا يبينه لا يريده، كما يزيدش القيد بمقتضى هذه القرينة العامة نقول إنه لا يريد القيد ويريد من ثم الإطلاق، وعليه نجري المطلقة على الإطلاق، لا لأن هذا معناه الوضعي بل لأن القرينة العامة تجعلنا نقول إن الإطلاق هو المراد. واضح؟ فما فرق بين الزوز مواقف، مش الفرق في النتيجة، يعني في الزوز مواقف المطلق نخلطوا اللي نعطيوه المعنى المتمثل في الإطلاق، الفرق في الأساس. أصحاب الموقف الأولاني أسوا موقفهم على كون الإطلاق معنى وضعي، والأخرين لا، مش على كونه معنى وضعي، ما هوش معنى وضعي، لكن فما قرينة عامة ما لا يراد لا يقال، ما لا يراد لا يقال، والقيد هو الذي يحتاج إن أريد إلى قول. أما عدم إذن عدم الإطلاق هو الذي يحتاج إن أريد إلى قول، أما الإطلاق إن أريد فلا يحتاج إلى قول. ومن كان في مقام بيان تمام مراده ما لا يقوله وهو القيد لا يريده. إذن من المفروض لو أنه أراد القيد أن يقول، لأن القيد يحتاج لأن يقال، أما عدم القيد فلا يحتاج لأن يقال. هل الأمر واضح؟ إذن المهم بالنسبة إلينا في كل هذه النصوص، نحن أمام مطلق، والمطلق معناه الوضعي في موقف أول هو الإطلاق، ومعناه الوضعي في موقف ثاني هو الإطلاق وعدم الإطلاق، لكن يعطى بمقتضى القرينة العامة، يعطى المعنى المتمثل في الإطلاق بمقتضى القرينة العامة. لكن إذا وجدت قرينة خاصة متصلة فالقرينة تقدم على ماذا؟ على ذي القرينة. إذن نأخذ بما جاء في القرينة ونجري المطلقة على ماذا؟ على ما يوافق القرينة، أي على عدم الإطلاق، نجري المطلقة على عدم الإطلاق. هل الأمر واضح؟ واضح؟ به طوى نتعداو للنوع الثاني من القرائن. ما هو هذا النوع الثاني؟ القرينة المنفصلة. إذن المهم لدينا ذو القرينة تقيده القرينة. يمكن أن نقسم القرائن إلى متصلة ومنفصلة، والمتصلة أهم أمثلتها الوصف، الغاية، الشرط، الاستثناء إلى آخره، ولكن هذه هي أهم الصور. نمر الآن إلى القرينة المنفصلة. لكن القرينة يمكن أيضا أن تكون منفصلة، لكن القرينة إن شئتم تقولون بعد الأمثلة في كل هذه النصوص نحن أمام مطلق، المطلق يعطى المعنى المتمثل في الإطلاق، إما لأنه المعنى الوضعي في موقف، وإن لم يكن المعنى الوضعي فهنالك قرينة عامة على أنه المراد، هنالك قرينة عامة على أنه المراد، ما لم يقله المتكلم لم يرده. إذن نحن أمام مطلق، هذا المطلق يعطى المعنى المتمثل في الإطلاق بناء على أنه المعنى الوضعي عند البعض، وبناء على قرينة عامة عند البعض الآخر. إذن في كل النصوص التي رأينا لدينا مطلق، لكن في كل هذه النصوص هنالك قرينة قيدت المطلق، وهذه القرينة
منفصلة أم متصلة بالمطلق؟ وهذه القرينة متصلة بالمطلق، وهذه القرينة متصلة بالمطلق. لكن القرينة يمكن أن تكون لا متصلة بالمطلق، بل يمكن أن تكون، وهنا أصل إلى القسم الثاني منها، لكن القرينة يمكن أن تكون منفصلة عن المطلق، أي يمكن أن لا تكون جزءا من النص الذي ورد فيه المطلق، يمكن أن لا تكون جزءا من النص الذي ورد فيه المطلق. الأمثلة عديدة وعديدة جدا، أكتفي منها بما يلي. مثال: اعترضنا سابقا في مجلة الالتزامات والعقود، الفصل 402 من مجلة الالتزامات والعقود، أضعه أمامكم. يقول الفصل 402 يتعلق بسقوط الدعوة بمضي الزمن. يقول الفصل 402: كل دعوة ناشئة عن تعمير الذمة، مثلا دعوة ناشئة عن تعمير الذمة، وسبب تعمير الذمة هو العقد أو الجنحة إلى غير أسباب تعمير الذمة التي سترونها في السنة القادمة إن شاء الله. ليه؟ معناها نقلوا الأكتوبر بتاع العام الجاي، ليه؟ نقزوا الأكتوبر، ما تصبروش، ليه؟ فيسع. يجي يقول الفصل الأولاني: تعمير الذمة يترتب على الاتفاقات وغيرها من التصريحات الإرادية وعن شبه العقود والجنح وشبهها. تعمير الذمة هنا المقصود الالتزام، راهو العبد يولي ملزم، ولي ملزم معناه فما حقوق عليه ناتجة الاتفاقات وغيرها من التصريحات الإرادية، يقصد العقد، العقد التصرف القانوني اللي تقدو زوز إرادات، يقصد غيرها من التصريحات الإرادية، هكل التصرفات القانونية التي تنشأ عن إرادة واحدة مثل الوصية. معناها أنا كي نوصي صرت ملزما، وأنا كيف نبيع ولا نعمل هبة كبائع تقع علي التزامات، إذا تعمير ذمتي تعمرت بواسطة عقد البيع الذي أبرمته. أنا كبائع مثلا ملزم بأن أسلم المبيع، بأن أنقل الملكية إلى غير ذلك من الالتزامات. إن اشتريت أنا كمتعاقد مشتر علي التزامات أن أدفع الثمن إلى غير ذلك من الالتزامات. إذن ذمتي تعمر بواسطة ما أسماه الفصل الأول الاتفاقات وغيرها من التصريحات الإرادية. بعدك وعن شبه العقود، وعن شبه العقود، شبه العقود نأخذ مثال. بعتنا برشا، بعتنا برشا، ناخذ مثال التصرف الفضولي. التصرف الفضولي شبه عقد. زميلتكم عندها دارها بجنبي، وهي تعيش في فرنسا، واضح، وهي تعيش في فرنسا، جات فيضانات مثلا وطيحت السور متاع دارها. انا خفت كي تقعد دارها كيكة ما فيها السور يجيوا يسرقوها، من غير ما استأذنت مشيت جبت بناي، شريت مواد بناء، جبت بناي خلصته وبنى السور. انا نتسمى فضولي. علاش فضولي؟ لاني دخلت روحي في شؤون الغير من غير ما اذن للغير، واضح. هالتصرف الفضولي هذايا اللي عملته نافع عليها، استنفعت به، على خاطره نافع عليها يلزمها القانون، يردها ملزمة، يعمر ذمتها تجاهي بأن ترد لي ما أنفقته. إذا تعمير ذمتها ما هو سببه؟ شبه عقد، وهو التصرف الفضولي هنا، واضح. الجنحة، واحد ضرب بالآخر متعمد وألحق به ضرر، إذن يلزمه القانون بالتعويض، إذن عمرت ذمته وسبب تعمير ذمته الجرحى. وكذلك الشأن مع شبه الجرحى، واحد يسوق في كهربة
ضرب مترجل، مش قاصد يلحق به ضرر لكن لحق به ضرر، يصبح صاحب السيارة ذمته عامرة بمبلغ يساوي التعويض عن هذا الضرر. واضح ولا مش واضح؟ توا نرجعوا جيل، قلنا الفصل 402 الدعاوى هذه اللي ناشئة عن تعمير الذمة، معناها أنا كفضولي نجي نقولها بعد ما رجعت من فرنسا قل خلصني، تقول لي لا هيك مش ناخذ حقي، كيفاش مش نمشي نشكي، عندي 15 سنة في يدي حسب الفصل 402، لأن الدعاوى الناشئة عن تعمير الذمة تسقط بمضي 15 سنة كما يقول الفصل 402. واضح ولا مش واضح؟ المهم في الفصل 402 نرجع طوى من أكتوبر نرجعوا لمارس، من أكتوبر 2019 نرجعوا لمارس 2019، 402 إيش يقول؟ كل دعوة ناشئة عن تعمير الذمة لا تسمع بعد مضي 15 سنة عدا ما استثني بعد، عدا ما استثني بعد. هنية فما مشكل في النص، هو يقصد عدا ما استثني بعد هذا، أي بعد فصل 402، لأنه الاستثناءات بالجيم بعد، الاستثناءات بالجي في الفصل 403. احنا شفناه قبل النص هذا، يمكن نرجع الأعمال التحضيرية نفهموا اللي هو قصد، يعود يقول عدا ما استثني بعد هذا، كي خلى عدا ما استثني بعد بعده تخلينا نمشي للفوق، هو لا يقصد اللي اللوطة عدا ما استثني بعد هذا. بعد هذا معناها الفصل 403 هاو كريتو الدعوة عام بركة، يعني مش 15 سنة، إذن استثناء ل 402، 404 عام بركة استثناء ل 402، إذن عدا ما استثني هنية هنية. وهذا اللي يهمني، الفصل 403 يعد قرينة مقيدة ل 402، معناها فما دعاوى تاع تعمير ذمة لا تسقط بمضي 15 سنة بل بمضي سنة فقط. إذن ما ورد في الفصل 403-404 هو قرينة مقيدة لإطلاق الفصل 402، الدعاوى الناشئة عن تعمير الذمة. واضح؟ هي استثناء، معنى هي استثناء للفصل 402. يمكن تو انتبهت لها الملاحظة وانا نقرأ في النص، قال كل دعوة، كل دعوة وعدا ما استثني بعد هذا. في الواقع يلزمني نعطي المثال هذايا متاع 402 مش مثال متاع مطلق، مثال متاع عام اللي باش نخلطو لهم بعد، تو نخلطو بعد شوية للعام، دونك هو ماهوش مثال متاع مطلق، هو مثال متاع عام. باش يولي مثال متاع مطلق نوليو نصيغوه بطريقة أخرى، مثلا يقول الدعاوى، النص يقول الدعاوى الناشئة عن تعمير الذمة تسقط بمضي 15 سنة، لو كان قال هذا يولي المثال صحيح. احنا نقدروه كونه قال هذا باش نجم نعطيه المثال هذا توا في إطار عنوان المطلق مش بعد في إطار عنوان العام. واضح ولا مش واضح؟ هلا مازلنا ما خلطناش العام، في الحقيقة عبارة الفصل 402 هي عامة مش مطلقة، طب نخلطوا العام وتفهموا هذا. انتم باش يولي المثال هذا صحيح توليوا تاخذوه كما يلي، ما تحطوش كل دعوة ناشئة عن تعمير الذمة، الدعاوى الناشئة عن تعمير الذمة ولا الدعوة الناشئة عن تعمير الذمة تسقط بمضي 15 سنة عدا ما استثني بعد هذا. وقت كلمة الدعوة الناشئة عن تعمير الذمة هي كلمة مطلقة، عبارة مطلقة، وعندها يصح المثال ها هنا. واضح ولا مش واضح؟ هل الأمر واضح؟ دونك سامحوني يلزمنا نبدلوا في عبارة الفصل 402 باش نجموا ناخذوها هنا كمثال. به توا كي نخزر انا 403، هل انه 403 جزء من 402؟
وهو يقيد 402، إذا نحن أمام قيد منفصل. القرينة المقيدة هي قرينة منفصلة، قرينة منفصلة. ناخذ مثال آخر، ناخذ مثال آخر. هذا المثال تو نشوفوه يمكن غدوة إن شاء الله في درس الأموال، شوفوه غدوة في درس الأموال، خليه الغدوة ولا نشوفوه من تو، شوفوه من تو. الفصل 103 من مجلة الحقوق العينية، مكن من الشفعة على المشتري، هك ولا مكن الشريك من أن يشفع على المشتري. ثم جاء الفصل 107 باستثناء، فقال لا شفعة للشريك على شريكه، لا شفعة للشريك على شريكه. إذن مكن النص من الشفعة على المشتري وما قالش عنده استثناءات. يجي 107 باستثناء حين يقول إنه لا شفعة على المشتري إن كان شريكا. هذا تنشوفوه إن شاء الله غدوة اش معناه الكلام هذا. لا شفعة للشريك على شريكي. ربما مع هذه المجموعة الأخرى هنالك طالبة استشكلت، نحن تناولنا الفصل 106 وحين قرأت الفصل 107 استشكلت علي بالفصل 107، سأعود إلى هذه المسألة في إطار درس الغد إن شاء الله. المهم أن 107 يعد قيدا ل 103 وهو قيد منفصل، إذا نحن أمام قرينة مقيدة منفصلة. به القرينة المقيدة المنفصلة يمكن أن لا تكون كلاما، يمكن أن لا تكون ألفاظا، وأن تتمثل في روح القانون. عبارة القانون مطلقة لكن روح القانون تقيده، يمكن أن تتمثل في روح القانون ومبادئه العامة وفيما هو معقول إلى آخره إلى آخره. إذن القرينة المنفصلة يمكن أن لا تكون ألفاظا، يمكن أن لا تكون ألفاظا، يمكن أن تتمثل في روح القانون، في المبادئ العامة للقانون، فيما هو معقول. وأعتقد أننا رأينا سابقا أمثلة، ولكن أعطي مثال أو مثالين جديدين. المثال الأول الفصل 832 من مجلة الالتزامات والعقود، الفصل 832 من مجلة الالتزامات والعقود. أذهب إلى هذا النص 832 يقول ما يلي، 832 يقول ما يلي: ليس لأحد أن يؤجر خدماته لغيره إلا لمدة معلومة، وإلا هذا ما يهمنا من النص، إذا أحذف منه ما لا يهمنا، وإلا فالعقد باطل. إذن النص بالنسبة إليه عقد الشغل لمدة غير محددة ما حكمه؟ عقد الشغل لمدة غير محددة هو عقد وعقد باطل. هذا الكلام للفصل 832 نجده أيضا بالمجلة المدنية الفرنسية، نجده أيضا بالمجلة المدنية الفرنسية، وتحديدا بالفصل 1780 من المجلة المدنية الفرنسية. ده المشكل في المجلة المدنية الفرنسوية، صار فيها تبديل المدة الأخرى وأرقام النصوص تبدلت. معناها أنا كي نقول لكم 1780 دونك قبل التبديلة، هاو باش نمشيو قبل التبديلة بعد نثبتوا هل أنه بعد التبديلة قعد النمر هو بيدو ولا تبدل. 1780 حطوا قدامكم الساعة 1700 قلنا قداش 1780
1780 1780 on ne peut engager ses services qu'à temps. إذا عقد الشغل لمدة غير محددة ممنوع، إذا هو باطل، هو ممنوع. ما نعرفش تبدل وإلا لا توا إذا كان تحب نثبت، لكن مسألة كيف هذه كونه تبدل ولا ما تبدلش نمروه ما تهمناش، لأنه احنا ماخذينه كمثال لأمر سواء تبدل أم لم يتبدل الأمر. دونك حاشتنا ب 1700 قلنا 1780 قعد هو بيدو. On ne peut engager ses services qu'à temps. المهم الكلام هذا معقول، عقود الشغل لمدة غير محددة كونها باطلة. هذا الكلام للفصلين، هذا الكلام للفصلين 1780 و 1832، 1780 مجلة مدنية فرنسية، 1832 مجلة التزامات عقود. معناه الوضعي ما يلي: منع عقود الشغل، منع عقود الشغل لمدة غير محددة، منع عقود الشغل لمدة غير محددة. لكن أحد الفقهاء الفرنسيين يقول ما يلي، طبعا هو يتحدث عن النص الفرنسي وكلامه ينسحب يصح في حق النص التونسي لأن المحتوى واحد. يقول أحد الفقهاء الفرنسيين متحدثا عن النص الفرنسي: إن عقود الشغل، إن عقود الشغل لمدة غير محددة كثيرة العدد في الواقع، كثيرة العدد في الواقع، وهي مصدر عيش كم هائل من الناس. عقود الشغل لمدة غير محددة كثيرة جدا في الواقع، وهي مصدر عيش كم هائل من الناس. لأجل هذا فهم النص، يقول لأجل هذا فهم النص، أي الفصل 1780، فهم هذا النص على أنه أريد منه عدم منع هذه العقود. لاحظوا أن المعنى الوضعي للنص منع هذه العقود، وفهم على أنه لا منع لهذه العقود. وهكذا عد المعقول دليلا يستحيل معه قرينة، يستحيل بموجبها أن يريد صاحب النص، أن يريد صاحب النص المعنى الوضعي. مثال ثاني يتعلق بالقانون الفرنسي، تحديدا بأمر فرنسي صدر في 11 نوفمبر 1917. هذا الأمر منع المسافرين، هذا الأمر منع المسافرين من الصعود أو النزول، منع المسافرين من الصعود أو النزول حين يكون القطار متوقفا تماما، حين يكون القطار متوقفا تماما. ترين واقف، الأمر يقول يمنع المسافرين يطلعوا ولا يهبطوا. نقرأ لكم النص باللغة بلغته. نشوفوا قدامي ساعة ولا ماهوش قدامي. نعم، lorsque le train est complètement arrêté، هكا يقول لا يمنع عليهم الصعود والنزول. لهذا الكلام معنى وضعي، لهذا الكلام معنى وضعي، لكنه مستحيل الإعمال، مستحيل
الأعمال. وهذه الاستحالة عدت قرينة، وهذه الاستحالة عدت قرينة على أن مراد صاحب النص هو المنع حين لا يكون القطار قد توقف تماما، حين لا يكون القطار قد توقف تماما. لك هو يقول يمنع الصعود أو النزول حين يكون متوقفا تماما، مش قاصد هو حين لا يكون قد توقف تماما، يعني وقت معقول المعنى. أما هو واقف لعاد واحد لا يطلع إلا ياب ما وقتش يطلع ياب، هل الأمر واضح؟ هنا المعقول هو اللي خلانا نخلطه لمعنى معنى النص، وهو معنى ما هوش المعنى الذي يمكن أن يكون مرادا. مثال آخر من المفروض أن تدرسوه في السنة القادمة يتعلق بالدفع بالبطلان. حكيت لكم قبل على الدفع بالبطلان وألا حكيت لكم عليه، أي فسرته لكم شي به. 335 مش تقرأوه إن شاء الله في النظرية العامة للعقد كما قالت زميلتكم. 335 هاي معنى شنية الدفع بالبطلان. 335 يجوز لمن طولب بالوفاء بالعقد أن يحتج ببطلانه، يجوز لمن طولب بالوفاء بالعقد أن يحتج ببطلانه. نتصور أنا أبرمت عقد مع آ غرر بي في العقد هذا ولا أكرهني على إبرام العقد هذا، دونك بضايا معين ما العقد ما تنفذش، أنا ما نفذتوش، مشى قام بي بدعوة قدام المحكمة في التنفيذ، يجوز لي حسب الفصل 335 أن أدفع هذه الدعوة بأن أقول أن هذا العقد باطل، واضح؟ والمحكمة هنا ستكتفي بالقضاء بما يلي: برفض دعواه في التنفيذ، واضح؟ يجوز لمن طولب بالوفاء بالعقد أن يحتج ببطلانه. به توا ثبتوا معايا شوية، وهذا يمكن تقرأوه العام الجاي وممكن ما تقرأوش، على كل نجم من توا نقرأوه. عبارة الوفاء مطلقة تشمل الوفاء الكلي والوفاء الجزئي، يجوز لمن طولب بالوفاء الكلي ولمن طولب بالوفاء الجزئي. لكن قبول الدفع، قبول الدفع في صورة طلب التنفيذ الجزئي، قبول الدفع في صورة طلب التنفيذ الجزئي من شأنه أن يؤدي أحياناً إلى نتائج مجافية للعدل، إلى نتائج مجافية للعدل. مثلاً قرض، قرض رد جزءه وبقي جزء آخر، قرض رد منه جزء وبقي جزء آخر، إذا قبلنا الدفع هنا فإن هذا سيؤدي إلى نتيجة مجافية للإنصاف، مجافية للعدل، واضح؟ معناها كي تجي تطالبوا أنت ببقية الدين وهو يدفع بالبطلان، المحكمة باش ترفض دعواك في التنفيذ، الجزء اللي تنفذ فرغنا منه هذاك، فرغنا منه هذاك. خلينا ناخذ مثال آخر نحاول به، ناخذ زميلتكم أبرمت معاها عقد، بعت لها كرهبة، بعت لها كرهبة، الكهرباء هذه يقولوا ماشية 100,000 كيلومتر في الحقيقة،
جيت أنا بدلت الكونتور وليت 10,000 كيلومتر. يعوذ تكون مثلا نقول سومها لو كان 100,000 كيلومتر ما تشريهاش مثلا من عندي ب20 مليون، تشريها مثلا ب15، كي وليت 10 شريتها ب20 ولا ب30 ولا اللي هو. المهم غررت بها، غررت بها، دفعت لي شطر السوق، دفعت لي شطر السوق وما دفعتش البقية. قمت عليها بدعوة في إتمام التنفيذ، ما يجيش، يزم يكون مثال متاع قرض، أي يزم يكون مثال متاع قرض وفيه تغرير، أي لا هكا ما يجيش، ناخذ معناه يزمنا نقلبوه يولي قرض. واضح؟ زميلتكم سلفتني فلوس، قرض بيناتنا، قرض بيناتنا، رجعت لها الشطر، والشطر الاخر ما رجعتوش. قامت عليا بدعوى في الوفاء، العقد فيه مشكل، مثلا هي قاصر، نجي ندفع بالبطلان، تصور لي ممكن دفع بالبطلان للسبب هذايا، خل ناخذوا المثال هذا حتى لو كان قانونا ما هوش ممكن، نتصوروا على كل نجم نلقاو سبب من اسباب البطلان الاخرى. المهم فما سبب من اسباب البطلان في العقد، كي ندفع بالبطلان ايش باش يصير؟ المحكمه باش ترفض دعوتها في اتمام التنفيذ، هكا ولا اي؟ دونك باش يقعد عندي اكشتر الاخر، معناها في الاخر ما هي باش تاخذ كان اشتر من الدين. هل الامر واضح؟ هذه نتيجه ما هيش عادله. هذاك علاش ينجم يكون المقتضى هذايا هو اللي يخلينا كلمه الوفاء في 335 نحصرها في الوفاء الكلي، يجوز لمن طولب بالوفاء الكلي ان يحتج ببطلانه، اما في الوفاء الجزئي فلا يمكن ان يكون المشرع قد قصد هذه الصوره لانها مجافيه للانصاف، مجافيه للعدل. الأدلة المنفصلة نجم نلقاوها، والقراءة المنفصلة نجم نلقاوها في نصوص أخرى، نجم نلقاوها في المعقول إلى آخره، لكن نجم نلقاوها مثلا في الأعمال التحضيرية. إذن ويمكن أن نضيف كقريرة منفصلة مقيدة ما يرد في الأعمال التحضيرية، ما يرد في الأعمال التحضيرية. لكن لو كان تتذكروا بيسكاتور يرفض الحالة هذه، يقول لك ما تنجم تاخذ من الأعمال التحضيرية كل حاجة عندها أثر في النص، ما فماش أثر في النص، لا، إذا كان النص مطلق وانت تلقى في الأعمال التحضيرية ما يقيدوا، وليه أثر التقييد مش موجود في النص. إذا شخص كبيسكاتور يرفض هنا أن تعد الأعمال التحضيرية في هذه الصورة قرينة مقيدة، طبعا هي قرينة منفصلة لو أخذنا بها. واضح ولا مش واضح؟ هل أن الأمر واضح؟ واضح؟ به توا نتعداو نقطة أخرى. هنالك فرق بين القرينة المتصلة والمنفصلة على هذا المستوى. والقرينة المتصلة تهدم أصل الظهور، تهدم أصل الظهور. فحين نقول، أخذ المثال التالي، تفرض رسوم جبائية على البيع بالتقسيط، فحين نقول أو يقول القانون تفرض رسوم جبائية على البيع بالتقسيط، لا يقوم هنا ظهور لعبارة البيع في المعنى المطلق، لا يقوم هنا ظهور لعبارة البيع، للفظة البيع في المعنى المطلق، لاتصال لفظي بالتقسيط به، لاتصال لفظي بالتقسيط به. فالبيع بالتقسيط
فالبيع بالتقسيط بمثابة لفظة واحدة لا لفظتين. معناها كيف يقول النص، كيف يقول النص تفرض رسوم جبائية على البيع بالتقسيط، ما تجيش تقول راه البيع لفظ مطلق والمطلق ظاهر معناها الوضعي معناها الظاهر هو الإطلاق هكا ولا، ومن بعد خاطر فما بالتقسيط أكل بالتقسيط صرنا أمام ظهور للقرينة وظهور ذي القرينة، وظهور القرينة يغلب ظهور ذي القرينة، ظهور القرينة يغلب ظهور ذي القرينة. لا ما تقولش هذا، يعني مدام لسقت به لا يقوم ظهور للمطلق في الإطلاق، القرينة تهدم تهدم ظهور المطلق في الإطلاق. واضح ولا ماهوش واضح؟ الأمر على خلاف ذلك بالنسبة للقرينة المنفصلة، الأمر على خلاف ذلك مع القرينة المنفصلة، فهنا يقوم الظهور، يقوم ظهور المطلق في المطلق، يقوم ظهور المطلق في المطلق، طبعا على معنى بواسطة على موقف يقوم الظهور لأننا أمام معنى وضعي أو أمام قرينة عامة لو تبنينا الموقف الثاني. المهم يقوم ظهور المطلق في الإطلاق. إذن لهذا المطلق في هذا المعنى حجية، فإذا وجدت القرينة المقيدة، فإذا وجدت القرينة المقيدة سقطت تلك الحجية، سقطت تلك الحجية. إذن لدينا ظهور قاب، ثم يأتي ظهور آخر، والظهور الآخر أقوى، يقدم ظهور القرينة على ظهور ذي القرينة. إذن هنالك فرق على هذا المستوى بين القرينة المتصلة والقرينة المنفصلة. معناها في الأمثلة اللي ريناها الكل في القرينة المنفصلة ما نقولوش فما مطلق وقام له ظهور في الإطلاق، لأن القرينة المتصلة تهدم ظهور المطلق، لا تتركه يقوم ويوجد. إذا منفصلة يقوم ظهور المطلق ويقعد موجود حتى لين نلقاو القرينة، لقينا القرينة وقت يتيح، ما لقيناش القرينة يقعد قايم. كي تبدأ القرينة متصلة ما يقومش المطلق في الإطلاق، لأن القرينة اتصلت به وجعلت هذا الإطلاق لا يقوم أصلا. واضح ولا ماهوش واضح؟ هل أن الأمر واضح؟ به نتعداو توا لنقطة أخرى، الفرق بين التقييد والنسخ الجزئي، ونوفى بها الحصة. الفرق بين التقييد، لأنه كي نقرأه المطلق ونقرأه التقييد المطلق فما مفهوم نعرفوه في القانون هو النسخ الجزئي، نجم يختلط علينا المفهوم الأولاني مفهوم التقييد المطلق بمفهوم النسخ الجزئي. والتقييد مفهوم ينبغي تمييزه عن مفهوم مجاور هو النسخ الجزئي، هو النسخ الجزئي. فالتقييد وقتش نحكيه على تقييد وقتش نحكيه على نسخ جزئي، فالتقييد يكون إذا كان مراد المتكلم من البداية. التقييد نتكلم عن تقييد، نقول إن أمام تقييد متى؟ إذا كان مراد المتكلم من البداية، أي حين استعمل المطلق، أي حين استعمل المطلق مراده عدم الإطلاق. أما النسخ الجزئي فيكون متى؟ إذا كان مراد المتكلم في البداية الإطلاق، إذا حين تكلم بالمطلق أراد منه الإطلاق، ثم في وقت لاحق يتغير مراده ويصبح عدم الإطلاق، يتغير مراده ويصبح هذا المراد متمثلا في عدم الإطلاق،
في هذه الصورة نحن أمام تقييد للمطلق أم أمام نسخ جزئي؟ هنا نحن أمام نسخ جزئي. هل الفرق بين المفهومين واضح؟ أعطي مثال، ولكن هذا المثال للأسف لم أجد مثالا من القوانين الوضعية. سأعطي مثالين من القانون الإسلامي. مثال التقييد، حين يقول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وجاء الحديث، إذن هذه آية في سورة المائدة، الآية 38 من سورة المائدة، وجاء الحديث النبوي الشريف وقال لا قطع في أقل من ربع دينار، لا قطع في أقل من ربع دينار. ربع دينار في هك الوقت هذاك يقابلوا أربعة جرامات، أربعة جرامات وشوية من ذهب. معناها كيقولوا ربع دينار معناها ما قيمته أربعة جرامات وشوية من ذهب، به لأنه الدينار ذهب، هو دينار ذهب، دونك ربع دينار أربعة جرامات وشوية من ذهب. المهم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، بعد والحديث يقول لا قطع في أقل من ربع دينار. هنية مراد الله تعالى من البدء، أي حين قال والسارق والسارقة، ليس كل سارق، بل السارق الذي يسرق ما يزيد عن الربع دينار. إذن هنا نحن الحديث مقيد لإطلاق الآية وليس ناسخا لها نسخا جزئيا، وليس ناسخا لها نسخا جزئيا، لأن الله تعالى حين قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما أراد السارق الذي يسرق ما يزيد عن ما قيمته أربعة جرامات وأكثر من الذهب. نعيش قديش الجرام ذهب توا؟ قديش الجرام ذهب في تونس؟ 120، معنا نضرب 120 في الأربعة، هكاك تعرفوا معنا في القانون الإسلامي توا شكون يتعاقب بالسرقة. معنا تقريبا اللي يسرق حاجة تفوق 500 دينار، 500 دينار وأكثر، أما اللي أقل لا يعاقب بهذه العقوبة. واضح؟ معناها اللي يسرق مش ياكل ما يتعاقبش بالعقوبة هذه، اللي يسرق ما يزيد عن هذا المبلغ. واضح؟ توا بقالنا النسخ الجزئي، نعطي مثال لنسخ جزئي. كما قلت لكم ما لقيتش أمثلة في القانون الوضعي، عندي كان مثال في القانون الإسلامي. عندنا في القانون الإسلامي ما يلي، وهو حكم ورد في القرآن الكريم، والذين يرمون المحصنات، والذين يرمون المحصنات، معناها امرأة متزوجة يجي واحد ويرميها ويقول إنها زانية، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، معناها يقول هي زانية ومن غير ما يجيب أربعة شهود، فاجلدوهم 80 جلدة. دونك عقوبة قذف المرأة المحصنة قداش؟ القاذف يعاقب 80 جلدة. واضح؟ العبارة مطلقة والذين إذن طبعا والذين، سنرى أن العبارة عامة ليست مطلقة، لكن لنقدر أن الآية قالت القاذف، القاذف إذا لم يأتي بأربعة شهداء يعاقب 80 جلدة، لنفرض أنها قالت هذا، لأنه والذين عندها نصبح أمام عبارة عامة، وسنصل للعبارة العامة في وقت لاحق. المهم لنفرض أن الآية قالت القاذف، قاذف المحصنة يعاقب 80 جلدة، إذن العبارة مطلقة، تشمل القاذف الأجنبي عن المرأة وتشمل زوجها. إذن العبارة مطلقة، تشمل القاذف الأجنبي وتشمل زوجها. لكن لدينا في السنة النبوية الشريفة ما يلي، أن رجلا جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم واتهم زوجته بالزنا. إذن جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له
إن فلانة زوجتي قد زنت. ماذا بماذا أجابه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال له 4 شهود أو حد في ظهرك، إما أن تأتي ب4 شهود أو سأقيم عليك الحد، لأنك الآية تقول الذي يقذف المحصنة وليست له 4 شهود إذن يعاقب ب80 جلدة. إذن إما أن تأتي بالشهود وإما أن أطبق عليك الحد. الرجل قال له ما معناه؟ إن الله تعالى سينزل ما مفاده أني صادق في كلامي إلى آخر ما هو موجود في الحديث. فنزلت آية تقول ما يلي، تقول ما يلي: والذين يرمون أزواجهم، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، ما عندوش شهود، كان هو، فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، يجي يحلف 4 مرات اللي هو صادق في كلامه، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. 5 يلعن روحه إذا كان كاذب، واضح؟ وقتها ما عادش يتجلد، وقتها ما عادش يتجلد، إذا كان جاء وحلف هكاية ما عادش يتجلد. ويدرأ عنها العذاب، توا الزنا موجب للعقاب، دونك المرأة هذه لأنه نعاقبوها على الزنا وألا شكون الآية، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات، أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، معنى هي تجي تحلف 4 مرات اللي هو يكذب، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. إذا حلفت هكاية ما تعاقبش، هل أن الأمر واضح؟ معنى إذا جاء واتهمها بالزنا وما عندوش 4 شهود إذا يحلف 5 مرات، 4 حاجة والأخرى بحاجة أخرى، وقتها ما يتعاقبش ما تجلدش. توا هي نعاقبوها ولا ما نعاقبوهاش؟ لأنه الزنا موجب لعقوبة، هي إذا تحلف اللي هو يكذب تتسمى الإجراء هذا كله يتسمى اللعان. كي تحلف اللي هو يكذب لا تعاقب، لكن وقتها يفرق بينهما، يفرق بينهما فراقا أبديا. دونك وقتها الحاكم يفرق بينهما، ما يقعدوش أزواج، هل أنا مرور؟ هو ما يتعاقبش وهي ما تعاقبش، لكن يفرق بينهم. هنا المهم في المثال هذا، اللي يهمنا في المثال هذا، أن قدام مش تقييد لمطلق، احنا قدام نسخ جزئي، بدليل أنه سيد النبي قالوا يا تجيب 4 شهود يا حد في ظهرك، أي أن المطلق أريد منه في البدء على الإطلاق، ثم بعد ذلك نزلت الآية وضيقت في المطلق. إذن هنا نحن أمام نسخ ليس كلي، نسخ جزئي، ولست أمام تقييد لمطلق. نواصل هذا الحديث إن شاء الله غداً.